الرحمن الرحيم. أنا دكتور محمد ضياء سرحان، أستاذ جراحات السمنة في كلية طب القصر العيني، وزميل كلية الجراحين الملكية بلندن، وعضو الاتحاد العالمي لجراحات السمنة، وحاصل على لقب ماستر سيرجن من الهيئة الدولية لاعتماد جراحي السمنة SRC. الاعتماد الدولي هو ده الموضوع اللي احنا عايزين نتكلم عليه في الأول. كتير جدا من المرضى دلوقتي بتخاف تعمل العملية في مصر، أو مش بتثق في الطب في مصر. الموضوع ده دلوقتي بقى ليه معايير دولية عشان نقدر نقول أنهي مركز يطابق المعايير الدولية. أي جراح الشغل بتاعه من ناحية العملية أو قبل أو بعد العملية، أمان المريض، يطابق المعايير الدولية ولا لأ، بحيث أن دايما بيكون فيه هيئة فاصلة تقدر تقول مستوى الطب اللي بيتقدم أو مستوى الخدمة الطبية اللي بتتقدم في هذا المكان أو مع هذا الجراح هل تطابق المعايير الدولية ولا لا. عشان كده ظهرت هيئات في الفترة الأخيرة، بس مهمتها إن هي تحط معايير صعبة جدا وتشوف فين المراكز أو مين الجراحين اللي هيقدروا يطابقوا هذه المعايير. في المجال بتاعنا الهيئة الدولية المنوطة بمنح معايير الجودة اسمها الـ SRC Surgical Review Corporation، دي هدفها ان هي تحط معايير معينة لجودة الخدمة الطبية وتتأكد ان المعايير دي بتتطبق. احنا هنشرح باختصار ايه هي الحاجات او المعايير اللي الهيئة الدولية دي لازم تتأكد منها قبل ما تدي الاعتماد الدولي. رقم واحد من الحاجات اللي بيتأكدوا منها خبرة الجراح. خبرة الجراح دي بتعتمد على كذا حاجة، لازم هم يتأكدوا من كام عملية بتتعمل في السنة، ايه هي تنوعات هذه العمليات، ايه هي نتائج هذه العمليات، هل نسبة المضاعفات، في نسبة مضاعفات اصلا ولا لا، ولو في هل تطابق المعايير الدولية ولا لا، ايه انواع العمليات اللي بتتعمل، هل عمليات العمليات الاكبر او العمليات الصعبة ممكن تتعمل. المعيار الثاني اللي الهيئة بتتأكد منه هو الآلات والأجهزة الجراحية. لازم نتأكد ان الآلات بتستخدم لمرة واحدة، لازم نتأكد ان هي احدث آلات، لازم نتأكد ان وسائل الأمان عندنا في العملية بتكون متوفرة بشكل كبير جدا. رقم 3 تفرغ وتكريس الجراح اللي عملوا في هذا المجال. يعني ايه؟ يعني التخصص مهم جدا جدا دلوقتي في اي مجال في الدنيا، بالذات في الجراحة. لازم نكون متأكدين ان الجراح مركز في البرانش ده او في التخصص الدقيق ده، مش بيعمل كل حاجة، يعني يكون بس كل اللي بيعمله جراحات السمنة، ولازم يتأكدوا ان هو عنده الشهادات اللي تؤهله لده. بالنسبة للمعيار الرابع اللي لازم يتأكدوا منه هو المسار الإكلينيكي للمريض. يعني ايه المسار الإكلينيكي للمريض؟ المسار الإكلينيكي يعني كل حاجة بيمشي فيها المريض من أول لما يفكر يعمل العملية لحد ما يخرج من العملية لحد المتابعة. لازم الهيئة تتأكد إن المريض لما بيجي بيتشرح له العملية كويس جدا، بيتشرح له كل تفصيلة هيعملها قبل العملية كويس جدا. أثناء العملية لازم يكونوا بيتأكدوا إن إحنا بنعمل العمليات طبقا للستاندردز العالمية. يعني إيه؟ يعني لازم نبعت لهم فيديوز للعمليات اللي احنا بنعملها، لازم يتأكدوا ان احنا بنعمل العملية طبقا للانترناشنال ستاندردز، للمقاييس الدولية، بنستخدم الآلة الصح، بنستخدم الوقت الصح، بنعمل العملية بالشكل الصح، بحيث ان العملية من اولها الى اخرها تكون طالعة مظبوطة على قد المعيار الدولي لعمل هذه العملية. المرحلة الثالثة من المسار الإكلينيكي اللي لازم يتأكدوا منه هو متابعة المريض. متابعة المريض دي بتبتدي من بعد العملية مباشرة. هل بعد العملية معدين على المريض في العملية ولا هل في فريق تغذية بيتابع ولا هل في فريق جراحة بيتابع ولا لا، هل في أدوية بتتكتب للمريض بعد العملية بشكل صحيح ولا لا، أو في دكتور صيدلي بيشرحها ولا لا. المعيار الخامس اللي لازم يتأكدوا منه قبل ما يدونا الاعتماد الدولي هو كفاءة الفريق الطبي. العمليات يا جماعة ما بقتش دكتور بيعمل العملية،
ده في فريق كامل كبير بيتابع المريض قبل العملية وبعد العملية، لازم يتأكدوا من كل فريق من دول، وده حاجات فعلا طلبوها مننا ان احنا كل دكتور في الفريق في كل التخصصات لازم يجيب الشهادات بتاعته، المؤتمرات اللي حضرها، الكورسات اللي حضرها، الخبرة بتاعته في هذا المجال، بحيث ان هما يتأكدوا ان كل فرد من فرق المتابعة عارفة كل حاجة كبيرة وصغيرة عن العملية، وتقدر تفيد المريض وتقدر تنقله ان هو يعمل العملية بالمعايير الدولية. المعيار السادس اللي لازم يتأكدوا منه هو توعية المريض. هل المريض بيتم توعيته بشكل صحيح قبل العملية ولا لا؟ يعني ايه؟ يعني مش الصح ان انا يجي لي المريض ما اديلوش معلومات كافية واعمل معاه العملية. لازم اكون متأكد ان المريض عارف كويس جدا كل معلومة عن العملية، ايه شرح العملية، ايه مزاياها، ايه عيوبها، ايه طريقة الاكل اللي هتنفع معاها، مفيش عملية افضل من عملية، في عملية انسب من عملية لكل واحد. فهم بيشوفوا الشرح اللي احنا بنشرحه لكل مريض، بيشوفوا الورق اللي احنا بنديه لتثقيف المريض سواء قبل العملية مشروح في النظام الغذائي قبل العملية، ايه اللي بعد العملية، الشرح بتاع بعد العملية، المتابعة ازاي، كل حاجة عن توعية المريض لازم يتأكدوا ان المريض يكون بيتشرح له كل ده بالتفصيل الممل، عشان خاطر نكون بنطابق المعايير الدولية في توعية المريض. المعيار السابع والأخير في معايير الجودة اللي لازم يتم اعتمادها هو مراقبة الجودة المستمرة. يعني ايه؟ يعني لازم الهيئة الدولية دي بعد ما عملنا كل ده وقدمنا لهم كل الورق والإثباتات على كل المعلومات اللي هم طالبينها، لازم يتأكدوا ان كل ده مدون بشكل صحيح يتم التأكد منه. في software systems دلوقتي مخصوصة لعمليات السمنة، اللي بيحصل ان كل الداتا بتاعت المريض بتخش من ساعة لما يجي عندنا في المستشفى، من ساعة لما يجي عندنا في العيادة لحد اخر متابعة ليه في العيادة مدى الحياة. لازم من الاول يكون كل معلومة عن المريض بتحصل مدونة في هذا السوفتوير، لازم يكون الفحوصات بتاعته نتائجها مدونة، التاريخ الطبي بتاعه مدون، نوع العملية، وقت العملية، طريقة العملية، الحاجات اللي استخدمناها في العملية، الوزن والطول قبل العملية، متابعة الوزن بعد العملية، أي مشاكل حصلت، كل ده تقدر تقول يعني تاريخ المريض كله يكون موجود في فايل بتاعه على software system. software ده مش أي software، ده فيه softwares قليلة جدا تقريبا 2 في العالم كله هي المختصة بنظام جراحات السمنة. softwares دي مكانها أمريكا، هي اللي عملت softwares دي، وإحنا بندخل كل الداتا بتاعت المريض على هذه softwares. مهمة هيئة الرقابة الدولية إن هم يتأكدوا إن إحنا كل المعلومات دي دخلناها بشكل صحيح، لأن الداتا دي هي اللي بنقدر نرجع لها في أي حاجة، نقدر نرجع لها عشان خاطر نعرف كل حاجة، نعرف إحنا ماشيين صح، بنتطور صح، في أي مشكلة في العملية ولا لأ. لما يجي المريض في المتابعة لازم نكون عارفين كل المعلومات اللي قبل كده عشان نقدر نفيده ونقول له أنت ماشي صح ولا لأ. هم يقدر يبقى ليهم طريقة للتأكد أن كل المعلومات دي مكتوبة بشكل صحيح. لو كل اللي إحنا بنعمله ده، السبع معايير دول معمولين بشكل صحيح ومدونين وفي مراقبة للجودة عشان نتأكد ان الحاجات الكويسة جدا اللي عملناها دي مش عملناها مرة واحدة وخلاص، لا ده في مراقبة دورية على كل معايير الجودة دي. لو تأكدوا ان ده اللي بيحصل وراقبوا كذا مرة ولقوا ان كل المعايير دي بتطبق حرفيا، يبقى انت كده كجراح او كمركز انت بتطابق المعايير الدولية لعمل جراحات السمنة. وانت دلوقتي المريض اللي عايز يعمل العملية في مصر مع الجراح الفلاني او في المركز الفلاني، هو بالظبط كانه عملها في المركز الفلاني اللي حاصل على نفس الاعتماد في امريكا مثلا او في فرنسا مثلا او في اليابان مثلا، لان نفس الحاجات اللي اتأكدوا منها هنا هي نفس الحاجات اللي اتأكدوا منها هنا. شكرا.